كيفك؟ ما في شي حجرة هون؟ لقيتها، خد لشوف، إن شاء الله بينكسر رأسك يا حقير. أنت شو عم بتساوي؟ ولك قتاش؟ أنا بدي أقتلك. أنت جنيتي يعني؟ عم بستنى تقولي لي مبروك والحمد لله على سلامتك وتعانقيني مثلا وتهنيني لأني رجعت بالسلامة، مو تتهجمي علي وتضربيني بحجر. طلع فيني، وين كانت المهمة تبعك؟ بقربي نازلة، لو تعرفي شو صار معي بتصدقي على شوي أنا كنت رح موت بالمهمة. ها بالله عم تحكي جد؟ مين كان رح يقتلك؟ يلا احكي مين هي اللي كانت معك. أنا ما عم بفهم عليك، شو اللي عم بتقولي؟ أنا اتصلت فيك، وحدة ردت على تليفونك. مين هي؟ يا ربي نيلوفر؟ مين هاي نيلوفر؟ معناتها هيبرو. ما عم بمزح، جاوبني بصراحة. وهي الحقيقة. احكيلي مين هذيك المرة؟ وحدة إرهابية كانت رح تقتلني. ممتاز، انبسطت كتير لأنه في وحدة غيري بدها تقتلك. صدقيني على شوي كنت رح موت، بس ما انتبهت كيف وإمتى ردت المرة على تليفوني. قتاش يلا قول الحقيقة. صدقيني هي الحقيقة يا روحي. مالي مصدقة، أساساً أنت شغلتك الكذب. بس مو على الأشخاص اللي بحبهم. على مين؟ يلي بحبهم، إخواتي بالسلاح وأصدقائي المقربين، وعلى أسيادي كمان. وعلى بنات أسيادك كمان. إيه وعلى بنات أسيادي كمان. تعرفي أنا حاسس وكأنك بتغاري علي. نازلي أنت بتغاري علي مزبوط؟ يعني لنفرض انه كلامك مزبوط، شو وقتها؟ نازلي تعرفي انه اسم قتاش معناته النار؟ تحترقي وبتحرقيني كمان. لنفرض شعلت هالنار، شو وقتها؟ النار ما لها مشكلة، هي شغلتي، بس بخاف احرقك. عفرض اني احترقت كمان، شو وقتها؟ صدقيني هالحركات خطيرة كتير. ها معناتها أنت خايف. لو إني خايف ما إجيت لهون. صار لازم امشي. وانا بدي امشي. ماشي، بس شو يلي صار بيناتنا هلا؟ ما بعرف. لك قتاش قول اي شيء. اشكري ربك انه ما اغمى علي. تمام، لكن اتصل ونحكي. طيب ماشي، لا تاكلي هم، بتصل فيك وبنحكي بالموضوع. طيب يلا بخاطرك. أتاش الغبي. ليش مبتسم أتاش؟ مين اللي مبتسم؟ أنت؟ لا ما في هيك شيء. ما شو عم تتفرجوا؟
كرة قدم أمريكية. بتعرفوا أنا ما بعرف قوانين هاي اللعبة. أي قوانين سيدي؟ كلها ضرب. أنت ليش عم تبتسم؟ مين عم يبتسم؟ أنت. هو عم يبتسم مو هيك؟ شو قصتك أتاش؟ أنا منيح ما فيني شي. مانك على بعضك، شوف وشك بالمراية. خبص له شي خبصة. هالشي واضح. طيب تصبحوا على خير. شو هالمجنون؟ ألو أتاش؟ ما قدرت نام ولا لحظة. وأنا كمان ما عم بقدر نام. شو عملنا هالليلة؟ صدقني ما بعرف شو عملنا. أتاش، لتكون ندمت على اللي صار. لا مالي ندمان أبدا، بس مثل ما بتعرفي أنت بنت سيدي وهالشي ماله حلو بحقي. ما فهمت شو معنات هالحكي. لتكون بدك تتهرب؟ والله كان لازم تفكر قبل ما تبوسني. أنا رح أقله للعقيد أردام. شو؟ لا تخبص، شو رح تقول لبابا يعني؟ رح أقله على اللي صار بيناتنا. وقتها بابا بيقتلك. لا بعتقد رح يخليني انشله بس. عن جد بدك تحكي له لبابا؟ منقول له أنا وإنتي. طيب موافقة، منحاكي سوا. يا سلام هلأ ارتحت. طيب لك تصبح على خير. وإنت بخير. سبب لي شلل ولا رح يقتلني؟